سلام بنات ودراري، كيف تاي لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم البريوات بالخبز ديال التورتويلا وبالحشوه ديال الطاكوس. كيجيو البنات رائعين رائعين بزاف هاد الحشوه، كنتمنى تجربوا مع افضل ديالكم. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هاد الفيديو. بسم الله، غادي نوجد دابا الحشوه في المقله. غادي نضيف ليه شويه ديال الزيت نباتيه، واحد نص حبه ديال البصله اللي قطعنا على شكل مكعبات صغار. غادي نشحروا البصله حتى تنزل لنا البصله وتاخذ لنا اللون الذهبي. من بعد ملي نزلت ليا البصله، غادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعنا على شكل مكعبات صغار. من بعد ملي شحرت الصدر ديال الدجاج، غادي نضيف ليه دابا التوابل، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره. هادو هما التوابل اللي غادي نضيفو للحشوه ديالتي ديال الطاكوس. غادي نضيف جوج ديال القطع ديال الفرماج ديال الساندويتش. من بعد غادي نشحروا المكونات مزيان. غادي نضيف ليه واحد الكميه قليله ديال المعدنوس المجفف. هنا البنات صافي، غادي نشحر دابا بين صدر ديال الدجاج مع المكونات تتشحروا ليه العناصر، ومن بعد غادي نطفوه على النار. من بعد غادي نضيف ليه شويه ديال لاصوص انجيريان، وغادي نحركوا المكونات مزيان. من بعد غادي ناخذ الخبز ديال التورتيلا، غادي نقسمها على جوج. غادي ناخذ النص ديال الخبز ديال التورتيلا وغادي ندهنها بشويه ديال الصوص ديال الانجيريان. من بعد غادي نطويها دابا على جوج. غادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الصدر ديال الدجاج من بعد ملي بردات ليها تماما، وغادي نطويها على شكل البريوا. البنات من بعد ملي شكلت الكميه ديال تي ديال البريوات، غادي ناخذ صفر ديال البيض ودرنا شويه ديال القطرات ديالي ديال الخل، وفي لاطه فرشت لي بابي كويسون، رشت ليها شويه ديال الزيت النباتيه. غادي ندهن دابا الواجهه ديال تي ديال البريوات بالبيض. من بعد غادي نرش ليها شويه ديال فرماج ديال مرسيلا اللي مخلط مع الفرماج الاحمر. من بعد غادي ندخلو للفران. الفران البنات يكون شويه مهيل تيتحمل ليا البريوات وتاخذ ليا اللون الذهبي، ونتلاقاو الشكل النهائي ان شاء الله. البنات من بعد ملي خرجنا البريوات ديالي من الفران، كيجيو البنات محمرين وكيجيو رائعين رائعين بزاف. ايوا البنات، هادو هما الشكل النهائي ديال البريوات ديالي بالخبز ديال التورتيلا وبالحشوه ديال الطاكوس. كيجيو البنات معلكين وكيجيو رائعين رائعين بزاف. كنتمنى تجربو مع افضل صديقكم. كنشكركم سواء البنات سواء الدايكه في قناتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات زوين كتخدم ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله. حتى الفيديو اخوت اللي فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.